السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهاردة معانا فيديو جديد من فيديوهات اللغة الانجليزية لطلبة الصف الاول الابتدائي، مكملين مع بعض الفيديو الثاني والاخير اللي بدأناه المرة اللي فاتت وشرحنا فيه اول جزء من منهج كونكت بلس برايمري 1 سنة اولى ابتدائي، شرحنا الجرامر بتاع يونت 1 و 2 و 3، وان شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل مع بعض باقي شرح الجرامر. ياريت نتابع الفيديو للاخر، وياريت لو عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب قريب عشان يستفيد اكبر قدر من الناس. اوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا اول حاجه عندنا في الفيديو بتاع النهارده وهو السؤال بدو او داز. يعني ايه دو او داز؟ دو او داز دي اول ما تلاقيها في اول السؤال. يعني ايه مس اول السؤال؟ اول السؤال يعني بتلاقي كده جمله طويله عريضه وتلاقي في الاخر كويشن مارك علامه استفهام، يبقى دي مش جمله عاديه، لا دي جمله استفهاميه يعني سؤال. يبقى لما تلاقي الجملة عندك أخرها علامة استفهام يبقى ده إيه؟ سؤال. تمام، لو لقيت السؤال بقى ده بدأ عندك بدو أو داز، دو أو داز، يبقى السؤال ده معناه إيه؟ معناه هل. طبعا دو أو داز كمعنى لا مش معناها هل، بس هي بتوحي بالمعنى ده اللي هو معنى إيه؟ هل. يبقى لما بنلاقيها في أول السؤال بيبقى معناها إيه؟ هل. دي مين؟ دو أو داز. يعني يا ميس دو أو داز دول أول ما لاقيهم في أول السؤال يبقى معناهم هل؟ آه برافو عليك. طب يا ميس انتوا عاملينهم اتنين ليه؟ ولا بقى هو تعب وخلاص؟ ما احنا قلنا طالما الحاجة في منها اتنين يبقى أكيد دي بتيجي مع حاجات ودي بتيجي مع حاجات. أوكي؟ طب تعالوا نشوف الأول الدو دي بتيجي مع مين والداز بتيجي مع مين. فاكرين الجملة اللي قلناها الفيديو اللي فات؟ ها مين فاكرها؟ برافو يا سلمى، اللي هي ايه؟ اللي هي والشي والات ثلاث اخوات بيحبوا جدا اس، وطبعا معاهم اخوهم الكبير مين؟ الاسم المفرد. برافو عليكم. وبالتالي هي والشي وات والاسم المفرد هياخدوا الدو اللي من غير اس ولا هياخدوا الداز اللي فيها اس؟ برافو عليكم، يبقى هياخدوا مين؟ الداز. عشان كده قلت لكم ان الجمله دي هتنفعنا كتير. نفعتنا اول حاجه في موضوع فيرب تو بي، قلنا الهي والشي والات ومعاهم الاسم المفرد بيحبوا جدا مين؟ اس. عشان كده اختاروا از، لا اختاروا ام ولا اختاروا ار، اختاروا از. نفس الكلام هنا مع الدو والداز، هيختاروا مين؟ الداز. وبالتالي الاي واليو والوي والذي ومعاهم اخوهم الكبير الاسم الجامعة هيجوا مع مين؟ مع الدو. طيب عايزين نشوف بقى السؤال بيبقى عبارة عن ايه يا ميس؟ احنا لسه قايلين السؤال هيبدأ بمين؟ بدو او داز، وهيبقى معناهم ايه؟ هل. برافو عليكم. وبعد كده يا ميس هنحط ايه؟ بعد كده هنحط الفاعل. الفاعل ده اللي هو ممكن يكون يا اما يكون ضمير زي ضماير الفاعل السبعه اللي احنا خدناهم الدور اللي فات، يا اما يكون ايه؟ اسم. برافو عليكم، هو ده وان الفاعل. طب والفعل ممكن يكون اي فعل انا عايزاه. تعالوا نطبق القاعده دي مع الفعل هاف. هناخد الفعل هاف كمان شويه بالتفصيل، بس هناخده دلوقتي كده هو على السريع. هاف معناها ايه؟ هاف معناها يملك. يعني ايه ميس يملك؟ يملك معناها عندي او عنده او عندنا او عندهم، وطبعا المعنى بتاعها بيتوقف على حسب الفاعل اللي قدامها. يعني لو بقول مثلا اي هيبقى عندي ولا عنده ولا عندها؟ لا طبعا اي هيبقى مين؟ هيبقى عندي. طب لو قلت مثلا هي، لا يبقى هيبقى عنده. طب شي تبقى عندها. عرفتوا ليه بقول ان الهاف معناها بيتغير على حسب الفاعل اللي قدامها؟ تمام، تعالوا نقرا مع بعض السؤال ده ونترجمه مع بعض. Do you have a brother؟ تعالوا نترجم كلمة كلمة. Do في أول السؤال معناها إيه؟ برافو يا أحمد، Do في أول السؤال معناها هل. Do you، you يعني أنت، يبقى هل أنت. Have يعني إيه؟ لسه قايلينها. Have يعني تمتلك. بلاش يا ميس تمتلك. طيب بلاش تمتلك، معاك، لديك، كل دي معنى كلمة ايه؟ have. يبقى هل انت تمتلك او عندك a brother، اخ؟ تمام، تعالوا نشوف الاجابة. انا دلوقتي بسألك يا احمد، بقولك انت عندك اخ؟ فطبيعي اللي انت هترد عليه تقولي اه يا ميس انا عندي، او تقولي لا يا ميس بصراحة انا مش عندي. فيا اما هتقولي اه يا اما هتقولي لا، ده طبيعي طالما بسألك بهل، فيا اما هتقولي اه يا اما هتقولي لا. طب لو هتقول اه هنقول اه نعم، نعم يعني انجليش. برافو، نعم يعني يس. ولو لا، لا يعني نو، يس نو، يس نو. بس يس هقول بعدها ايه؟ بعد يس بحط
كومة كده صغيرة، وبعد كده بعمل كروس ما بين أول كلمتين عندي في السؤال. يعني يا مس كروس يعني مقص، يعني يا مس مقص يعني مبدل بمين أول كلمتين. أول كلمتين عندي اللي هما مين؟ الدو واليو، ببدل أماكنهم، بدل ما هي دو يو هتبقى اي دو، الله يا مس المفروض مش هتبقى يو دو، اليو في السؤال بتتبدل في الإجابة ل اي، فهقول يس اي دو. أو يا مس ولو نو هقول نو اي دو. لا هنضيف اضافه كده بسيطه جدا اللي هي كلمه نوت ان او تي، يبقى لما الاقي نو يبقى هحط ان او تي اللي هي نوت، او ممكن اختصر كلمه نوت واحط ان ابوستروفي تي تبقى دونت. ده لما اقول نو اي دو نوت هقول نو اي دونت، اوكي كده. يبقى الجزئيه دي نخلي بالنا منها، لان هي ممكن تجيلي في سؤال يقول لي دو يو هاف ا براذر، نو I ويفتح لي قوس هختار do ولا don't. لا انا عارفة ان طالما الاجابة ب no يبقى لازم احط not او in apostrophe t اللي هي don't او do not. خلاص كده تعالوا ناخد سؤال كمان. do you have a sister؟ do هل you انت have تمتلك او عندك a sister اخت؟ يا اما هجاوب yes يا اما هجاوب ب no، يا اما هقول yes I do يا اما هقول no I don't. طب ناخد سؤال كمان. Does he have an uncle؟ هل هو يملك أو عنده an uncle؟ عم أو خال طبعا. يا إما هقول yes he does، عملت كروس ما بين أول كلمتين does وhe، اللي هي نزلت زي ما هي يبقى اليو بتنزل اي، لكن الهي والشي والذي وكل ده بينزل زي ما هو، مفيش أي تغير بيحصل فيه. يبقى هقول yes he does يا إما no he doesn't أو طبعا no he does not. مين خد باله اللي احنا حطينا هنا قبل انكل ان؟ برافو. برادر حطينا قبلها ا، سيستر حطينا قبلها ا، لكن انكل قلنا ان انكل عشان ما ينفعش اقول ا انكل، لان انكل بدأ بصوت الايه؟ الأ، ما ينفعش اقول ا او ا اي او ا او، فقلت ان انكل. وطبعا القاعده دي شرحتها في الفيديو الايه اللي فات. خلاص كده يبقى دون السؤال اللي هو مين؟ برافو، السؤال اللي هو بدو او داز. تعالوا ناخد اسئله كمان. do you help at home؟ ايه ده يا مس؟ هي فين كلمه هاف؟ ما احنا قلنا اللي انا ممكن الفاعل والفعل دول العب فيهم زي ما انا عايزه. يعني الفاعل احط يو، احط هي، احط ذي، احط وي، احط احمد، احط منى، احط الفاعل اللي انا عايزاه. نفس الكلام الفعل، الافعال كتيره جدا في الانجليزي، احط الفعل اللي انا عايزاه. عايزه احط الفعل مثلا ياكل ايت، يشرب درينك، يلعب بلاي، اي فعل انا عايزاه. يبقى الفاعل ممكن اغيره في اي حاجة، او الفاعل ممكن اغيره زي ما انا عايزة، والفعل ممكن اغيره زي ما انا ايه عايزة. فانا هنا شلت الفعل اللي هو have اللي هو يملك او يمتلك او عنده، وحطيت الفعل help. help يعني يساعد، help يعني يساعد. فهقول do you help at home؟ هل انت تساعد في المنزل؟ هترد علي سلمى تقول لي لا يا مس بقى انا مش هقول نو، انا بصراحة بساعد في المنزل وبعمل حاجات كتيرة جدا، فبصراحة مش هقول. هجاوب يس. خلاص يا ستي طالما انت بتساعدي في البيت ومتأكدة قوي كده يبقى هنقول ايه؟ يس. وكمان عشان أأكد لك فعلا اللي انت بتساعديهم في البيت هقول لك يا ستي قولي انت بتعملي ايه في البيت. فسلمى ردت عليا قالت لي يا مس بصراحة كده انا بروق السرير بتاعي. شطورة يا سلمى. فسلمى هتقول ايه؟ يس اي ميك ماي بيد. اي انا ميك يعني اروق او ارتب، ماي بيد فاكرين ماي صفة الملكية، يبقى البيد ده او السرير ده مش بتاع اي حد، ده سريري انا. I make my bed، انا بروق سريري. do you help at home؟ do you help at home؟ هيا جودي. راحت جودي ردت عليا قالت لي وبصراحة يا ميس برضو انا مش هقول نو لان انا برضو بساعدهم في البيت. بتعمل ايه يا جودي؟ انا بصراحة يا ميس كده برضو بروق الالعاب بتاعتي، بعد ما بخلص لعب بروق الالعاب بتاعتي. برافو عليك يا جودي. فجودي هتقول ايه؟ yes I tidy my toys. I أنا tidy أروق أو أرتب my toys الألعاب إيه بتاعتي. خلاص كده يبقى أنا كده خدنا السؤال اللي بيبدأ بدو أو does وبيكون معناه هل، وبسأل أي حد بغير الفاعل زي ما أنا عايزة عن أي حاجة هو بيعملها وبغير الفعل زي ما أنا إيه عايزة. طب تعالوا بقى نخش على درس جديد وهو مقارنة الصفات. يعني إيه يا ميس مقارنة الصفات؟ تعالوا الأول نشوف يعني إيه كلمة صفات. صفات دي جاية من اسمها، يعني صفة بتميزك عن غيرك. إزاي يا ميس؟ يعني مثلا دلوقتي
انت يا محمد ايه الصفه اللي انت بتتميز بيها؟ بصراحه يا مس كده انا طويل. خلاص يبقى تول طويل، هي دي الصفه بتاعتك. طب وانت يا سلمى؟ انا بصراحه يا مس سعيده، يبقى هي كلمه سعيده دي هي الصفه. طب وانت يا جودي؟ لا يا مس انا بصراحه كده مش سعيده، فبالتالي الصفه بتاعت جودي هتبقى ان هي غير سعيده. طب وانت يا روان؟ انا يا مس رفيعه، يبقى الرفيع او كلمه رفيع او رفيع دي هي الصفه. وانت يا روضه؟ وانا يا مس بصراحه بقى كده يعني مليانه شويه، تخينه شويه، يبقى تخين ده هو الصفه. عرفنا ايه هي الصفات اللي هي حاجه بتميزك عن غيرك او حاجه انت متميز ايه بيها. طيب الصفات دي دلوقتي احنا ممكن نستخدمها في مقارنه. يعني ايه مقارنه؟ يعني مثلا لما تكون قاعد في الديسك وقاعد على يمينك صاحبك زياد وعلى شمالك صاحبك يوسف، فانت لاحظت ان زياد اطول من يوسف، فعايز تقول زياد اطول من يوسف. يعني ايه كلمه اطول؟ ها ترد عليا ايات تقول لي يا ميس اطول يعني طول. لا يا ايات، طول دي يعني طويل، يعني الصفه من غير اي حاجه، من غير اي اضافات، زي مثلا كلمه شورت. شورت يعني قصير، طول يعني طويل. وخلي بالنا هنا ان الايه مش بقولها طال، لا طول. old كبير في السن، young اللي هي صغير في السن. دي كده اللي هي الصفات اللي احنا عارفينها. لكن لما احب ادخل بقى الصفات دي في مقارنة مش بتفضل كده على هيئتها. مش هينفع اقول في الجملة tall، لا مش هينفع اقول في الجملة short، لا مش هينفع اقول في الجملة old. امال يا ميس هعمل ايه الصفة؟ هنحط للصفة er وبعد كده هنحط بعدها كلمة van، وطبعا ال th هنا بتتنطق ذا، يبقى هحط للصفة er وبعد كده van، يبقى short قصير. طب shorter than بقت اقصر من. طيب tall لوحدها يعني طويل، طب taller than بقت اطول من. old لوحدها يعني كبير في السن، طب older than معناها اكبر من. طب young لوحدها يعني صغير او صغير في السن، طب younger than يعني اصغر في السن. يبقى انا لما احب اقارن ما بين اتنين وهستخدم صفة معينة هحط للصفة دي er وبعد كده كلمة than. يبقى لو جالي في الامتحان جملة ولقيت فيها صفة محطوط لها er، يبقى انا وانا مغمضة هختار كلمة than، او العكس لو لقيت في الجملة كلمة than يبقى هختار الصفة اللي فيها ايه er. برافو عليك وخلاص كده. طيب تعالوا بقى نشوف هقارن ما بين مين ومين، ويا ترى هقول ايه. مثلا هقارن ما بين سارة وآدم، سارة اطول من آدم، فيا ترى انا هقول ايه؟ هقول سارة in English، سارة عايز اقول اطول من. يا ينفع اقول اطول من كده على طول taller than على طول كده؟ لا، احنا اتفقنا ان الجملة لازم ان يكون فيها ايه؟ برافو، فعل. فهنا ما عنديش في الجملة فعل، عشان كده حطيت مين؟ verb to be. فهقول she is taller than، اطول من ادم. ما قلتش tall، قلت taller than، عشان انا بقارن ما بين سارة ومين؟ وادم. تعالوا نقول الجملة كمان، احمد is shorter than علي، احمد يكون اقصر من علي. my dad بابايا is يكون older than اكبر من my mom امي. يبقى انا لما اجي اقارن ما بين اتنين واستخدم صفة هحط للصفة er وبعد كده كلمة ايه؟ than. وخلي بالي لازم انا احط الverb to be عشان ما ينفعش الجملة تكون ايه من غير verb to be. طيب بعد كده هو بيقولي لما نحب ندي اوامر لحد، يعني ايه بدي اوامر لحد؟ يعني مثلا لما اكون قاعد مع اخوك الصغير وعمال تقول له ايه مثلا؟ كل، نام، اشرب، ذاكر، انت كده ايه بتأمره. فبالتالي انت هتقول الفعل في الاول من غير اي اضافات. يعني يا ميس انت مثلا دلوقتي قاعد مع اخوك بتقول له كل، ياكل يعني ايه؟ ايت. برافو عليك، يبقى هنقول له ايت. لا هحط للفعل حاجه ولا هحط قبل الفعل حاجه ولا هعمل اي حاجه، هحط الفعل زي ما هو في المصدر. يعني ايه في المصدر؟ يعني من غير اي اضافات. هقول له كل فهقول له ايت، اشرب drink، نام sleep. فهمنا؟ تعالوا نشوف الجمل. هنا الجملة دي بتقول ايه؟ listen to، وطبعا التي هنا silent لا تنطق. listen to يعني استمع الى the teacher المدرس، استمع الى المدرس. look at the picture، look at يعني
انظر الى the picture الصورة. Write on اكتب على the whiteboard على السبورة. خلاص كده يبقى ايه اللي ملاحظينه؟ ان الجمل دي عشان انا بأمر حد ان هو يعمل حاجة معينة بدأت بالفعل اللي هو هيعمله وحطته في المصدر من غير اي اضافات. طيب على العكس بقى، لو عايزة أأمرك ان انت ما تعملش الفعل ده، بدل ما كنت بقولك كل لا بقولك ما تاكلش، بدل ما كنت بقولك اشرب بقولك ما تشربش، بدل ما بقولك نام بقولك ما تنامش، لا ده انا بقولك بقى العكس ما تعملش الفعل ده. فهقول ايه؟ قالك حط كلمة don't قبل الفعل. فهقول don't eat in the classroom. don't معناها لا تأكل in the classroom في الفصل. don't play لا تلعب in the classroom في الفصل. don't run لا تجري in the school في المدرسة. يبقى عشان أمرك اللي انت تعمل الفعل بحط الفعل في المصدر. طب بأمرك اللي انت ما تعملش الفعل دون، فهقول don't وبرضه هحط الفعل فين؟ في المصدر. يبقى انا اول ما الاقي don't اختار على طول الفعل فين؟ برافو عليكم، اختار الفعل في المصدر. طيب كده بيقول لنا بقى احنا اخدنا اشكال كتيرة من الجمل، تعالوا نفتكرها مع بعض. اول شكل خدناه اللي هو الفاعل وبعد كده الفيرب تو بي وبعد كده الصفة. الفاعل ممكن يكون لسه قايلين subject pronouns ضمائر الفاعل، او ممكن يكون noun اسم، زي ما اقول she is short، she فاعل و is verb to be و short الايه الصفة، هي تكون قصيرة. وممكن اقول فاعل verb to be اسم زي الجملة دي he is my father، هو يكون والدي. يبقى برضو دي جملة عادية جدا كوناها، بس بدل ما حطيت مرة الصفة غيرتها وحطيت الايه الاسم. ومرة خدت الجملة بتبدأ ب this is اللي هي معناها هذا او هذه، وبيجي بعدها الاسم المفرد زي ما كنت بقول this is a pen. خلي بالك ان this is دي تعتبر من الضمائر، اسمها ضمير اشارة او اسم اشارة، فهي تعتبر نوع من انواع الضمائر. يبقى انا ممكن اشيل الاسم وحط مكانه ضمير، مش شرط الضمير يكون ضمير فاعل اللي هو I, he, she, it, you, we, they، لا في طبعا عندي انواع تانية من الضمائر، من ضمنهم ضمائر الاشارة اللي هي زي this, with that, with these, with those. خلاص ما تشغلش بس انت دماغك بالموضوع دون، ركز ان this is بيجي بعدها الايه الاسم المفرد، او these are اللي بيجي بعدها الاسم الجمع، زي ما بقول these are my brothers. كده خدنا اشكال متعددة من الايه من الجمل. تعالوا بينا ناخد شكل جديد وهو فاعل اللي هو subject وبعد منه الverb اللي هو الفعل. فاعل وفعل، وهكمل الجملة عادي خالص. هناخد اول فعل معانا النهاردة وهو فعل have او has اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية باختصار، هنتكلم بقى دلوقتي عنه بالتفصيل. يعني ايه have او has؟ have او has معناها عندي او املك، عندي او املك. وطبعا المعنى بتاعها بيختلف على حسب الفاعل، يعني مثلا لو الفاعل I فهقول انا عندي، هو عنده، هي عندها، هم عندهم، نحن عندنا. يبقى المعنى بتاع الفعل واحد بس احنا بنطوعه عشان يمشي ويبقى ماشي مع الايه الفاعل. ما ينفعش اقول انا يملك او مثلا هي يملك، لا ما ينفعش نمشي المعنى بتاع الفاعل مع المعنى بتاع ايه have او has. طب يعني يا ميس دلوقتي الهاف والهاز الاثنين معناهم يملك او عنده؟ طب يا ميس ليه بقى برضو تعبتونا وخليتوهم اتنين؟ انت بقى مش بتتعلم، ما احنا قلنا، برافو عليكي يا سلمى، احنا قلنا ايه بقى؟ ان طالما الحاجة منها اتنين ومؤدين نفس المعنى يبقى اكيد دي بتيجي مع حاجات ودي بتيجي مع حاجات. مين بقى شطور يكون عارف؟ احنا قلناها قبل كده كتير. مين شاطر وهيقول لي الهاف بتيجي مع ايه والهاز بتيجي مع ايه؟ برافو يا ايات. الهاز اللي فيها اس بتيجي مع الهي والشي والات والاسم المفرد اللي هم بيحبوا جدا اس، لكن الاي واليو والوي والذي ومعاهم اخوهم الكبير الاسم الجامعة هيجوا مع مين؟ مع هاف. عرفتوا بقى ان الجملة دي هتنفعنا كتير قوي؟ يبقى الهي والشي والات والاسم المفرد راحوا مع الاز اللي فيها اس، وراحوا مع الدز اللي فيها اس، وراحوا مع الهاز اللي فيها اس. طب الجملة يا ميس هيبقى شكلها عامل ازاي؟ احنا لسه قايلين جملة عادية جدا، فاعل وفعل،
فاعل وفعل. الفعل اللي انا هستخدمه دلوقتي اللي هو الفعل have او has. have او has معناها ايه؟ يملك. وبالتالي الكلمة اللي انا هحطها بعد الفاعل والفعل اسم الشيء اللي انا امتلكه. يعني مثلا دلوقتي انا ماسكة قلم، فعايز اقول انا عندي قلم. ماما اشترت لي فستان في عيد ميلادي، فعايز اقول انا عندي فستان. اخويا اشترى لي شنطه جديده برضو في عيد ميلادي، فعايز اقول انا عندي شنطه. اهي كلمه عندي دي او يملك دي اللي معناها have او ايه او has. تعالوا نشوف جمل. I have a sister. I اللي هي الفاعل والhave، وبعد كده حطيت الحاجه اللي امتلكها اللي هي اخت، اللي هي بقت اختي بقى دلوقتي. I have a sister. انا عندي اخت. He has a brother. هو عنده أخ. She has a black pen. هي عندها قلم أسود. وخلي بالك إن في اللغة الإنجليزية الموضوع بيمشي بالعكس. يعني إيه يا ميس؟ يعني أنا بقول دلوقتي قلم أسود، الكلمة اللي أنا وقفت عندها ببدأ بيها. يعني أنا قلت قلم أسود، فهبدأ في الإنجليزي بكلمة أسود، black pen. يبقى انا دلوقتي وصفت القلم ان هو ايه؟ اسود. يبقى كلمه اسود هي اللي هتتحط الاول. اوكي. اي انا هاف عندي او املك براون ايز. براون ايز يعني ايه؟ عيون بنيه. فهبدا بكلمه عيون ولا بنيه؟ لا، ببدا بالكلمه اللي انا وقفت عندها في العربي. انا قلت عيون بنيه، يبقى هبدا بكلمه بنيه اللي هي براون. براون eyes لاني اقصد العينين، فحطت اس الجمع. He has short hair. هو عنده شعر. برافو، شعر قصير. مش هينفع اقول hair short، لا، بحط الاول الحاجة اللي انا وصفت بيها الشعر. انا وصفت الشعر بايه؟ ان هو short قصير، فحطيت short الاول. وصفت العيون انها ايه؟ بني، فحطيت كلمة بني الاول. وصفت القلم اللي هو ايه؟ اسود، فحط اسود فيه الاول. اوكي؟ طيب ترد دلوقتي بقى روضة وتقول لي يا ميس أنا ملاحظة إن مرة سيستر حطينا قبلها آ، وبرادر حطينا قبلها آ، وبلاك بين حطينا قبلها آ، شمعنا بقى آيز وهير ما حطيناش قبليهم آ؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن الآ والآن بيجوا قدام الاسم المفرد المعدود. مفرد حاجة واحدة، معدودة يعني أعرف أعدها. طب تعالوا كده بصوا على الجملة دي، مليش دعوة باللون، أنا ببص على الاسم. آيز eyes. الاسم ده مفرد ولا جمع؟ لا يا ميس، eyes جمع. برافو عليك. وطالما الاسم ده جمع لا هحط له ايه ولا هحط له an، لان ايه وan معناهم واحدة. اقول مثلا an eye، عين واحدة. a pen، قلم واحد. لكن دلوقتي دي بقت عيون، ينفع اقول عيون واحدة؟ لا، فخلاص الايه والان يروحوا كده ماسكين ايد بعض، وخلاص كده احنا هننسحب، ملناش اي لازمه. طالما الاسم اتجمع وبقى جمع، الايه والان ملهمش اي لازمه، فهقول I have brown eyes. طيب اللي بعدها hair. hair ليه يا ميس ما حطيناهاش ايه او ان؟ عشان خاطر hair اسم لا يعد. يعني يا ميس اسم لا يعد؟ يعني ما عرفش اللي انا اعده. يعني يا ميس افهم منك ان في اسماء انا مش بعرف اعدها؟ في كتير. عندك مثلا كلمة لبن، milk. هل انت هتعرف تعد الميلك؟ يا ميس عادي، ممكن اقول كوباية لبن، كوبايتين لبن، ثلاث كوبايات لبن. انت عديت ايه دلوقتي؟ انت عديت الكوبايات لكن ما عدتش اللبن ذات نفسه. ينفع تعد الشجر، السكر؟ لا طبعا ما ينفعش. ينفع تعد الملح؟ No. ينفع تعد الرز؟ No. ينفع تعد الشاي؟ No. ينفع تعد المية؟ يا ميس ما ازازة مية، ازازتين مية؟ لا، انت عديت برضو الازايز. يبقى انا عندي في اللغة الانجليزية في اسماء لا تعد، من ضمنيهم كلمة hair اللي هو شعر. فhair لا تعد، وبالتالي ما حطت لهاش ايه ولا ان. يبقى ايه وان مش بحطهم قدام حاجتين، الاسم الجمع والاسم الذي لا يعد. خلاص كده؟ طيب بعد كده هو هناخد مع بعض جمل تانية ممكن أشيل منها الفعل اللي هو have أو has وحط فعل تاني خالص. أنا قلت السيستم بتاع تكوين الجملة واحد، اللي هو فاعل وفعل. الفاعل ممكن أغير الفعل اللي أنا عايزاه، وبرضو الفعل ممكن أغير الفعل اللي أنا عايزاه. فهشيل الفعل have أو has اللي هو معناه يملك أو عنده، وهحط الفعل اللي أنا عايزاه. تعالوا نشوف جمل. أقول مثلا I listen to my teacher.
I أنا listen to يعني أستمع إلى my teacher يعني مدرسي. شلت كلمة have أو has اللي هي الفعل وحطيت مكانها listen يستمع. فيها مشكلة؟ لا خالص ما فيهاش أي مشاكل. We eat lunch with our friends. We نحن eat نأكل lunch الغداء with مع our friends أصدقائنا. our دي برضو صفة ملكية كانت جاية مع مين؟ برافو كانت جاية مع we نحن. يبقى our friends أصدقاؤنا نحن أصدقائنا إحنا. خلاص كده؟ we buy fruit at the supermarket. إحنا بنشتري الفاكهة من السوبرماركت. we play on the swing. إحنا بنلعب على الأرجوحة أو المرجحة. six children ستة أطفال play on the swings بيلعبوا على الأرجوحة أو على المراجيح بقى لأن دي جامعة. I like my jump rope. We look at the pictures. They live in new houses أو هم بيعيشوا في منازل حديثة. كل دي تعتبر جمل. أنا مغيرة الفاعل حطيت الفاعل اللي أنا عايزاه. I, we, six children اللي هي تعتبر برضو اسم جمع. I, we, they. شلت الفاعل وحطيت الفاعل اللي أنا عايزاه وشلت الفعل وحطيت برضو الفعل اللي أنا عايزاه. مرة حطيت listen, مرة حطيت eat, buy, play, like, look, live. حطيت الفعل اللي أنا إيه عايزاه. لكن مين بقى اللي لماح وخد باله من حاجة؟ الفاعل اللي عندي هنا هو فاعل جمع. we جمع, they جمع, six children جمع, ولو كنت حطيت برضو you جمع. وI دي بنستثنيها شوية من القاعدة, هي مش جمع بس برضو بتكون داخلة معاهم. يعني الفاعل بتاعك لو I أو you أو we أو they أو أي اسم جمع, الفعل بتاعك بيتحط في المصدر. يبقى أنا لو جالي في الجملة في الامتحان لقيت فيها الفاعل عندي I أو you أو we أو they أو أي اسم جمع, يبقى هختار الفعل في المصدر من غير أي إضافات. يعني هقول I listen من غير إضافات, we eat من غير إضافات, we buy من غير إضافات. معنى كده يا ميس إن الفعل ممكن يتحط له حاجة؟ الفعل ممكن يتحط له إضافات غير إن هو يبقى فيه المصدر, هنعرفها إيه كمان شوية. آخر حاجة معنا النهاردة السؤال بي هاو ميني, وهاو ميني معناها كم العدد. لما بسأل عن عدد حاجة زي ما أقول مثلا هاو ميني تشيلدرن آر ذير, يعني إيه السؤال ده؟ هاو ميني يعني كم العدد, تشيلدرن يعني أطفال, آر ذير يعني هناك, كم عدد الأطفال هناك. السؤال بتاع هاو ميني دون بصراحة أنا زعلته مني جامد جدا جدا جدا. ليه ميس بتقولي كده؟ أول حاجة شطبت على هاو ميني خالص, مش عايزاها معايا في الإجابة. بعد كده قلت الكلمة children اللي هي الاسم اللي أنا بسأل على عدده, قلت لها استني شوية. بعد كده رحت عند كلمة are و there وعملت بينهم cross أو مقص أو بدلت أماكنهم, بدل ما هي are there خليتها there are, there are هناك. وبعد كده عديت ال children اللي موجودين عندي مثلا لقيتهم 5, وفي الاخر خالص رحت منزلة children زي ما هي. يبقى how many شلتها خالص, children قلت لها استني شوية هكتبك في اخر الجملة, وبعد كده عملت مقص او cross ما بين are و there بقت there are وحطيت العدد وبعد كده كلمة children. يبقى how many children are there, كم عدد الاطفال هناك, قلت there are 5 children هناك 5 أطفال. تعالوا ناخد سؤال تاني بهاو ميني بس صيغة السؤال مختلفة شوية. مثلا هقول how many children like to play jump rope, يعني كم عدد الأطفال اللي بيحبوا ان هم يلعبوا نط الحبل. يا ترى هجاوب أقول ايه؟ هعد مثلا الأطفال لقيتهم 3 فهقول 3, وهنزل الجملة زي ما هي بس طبعا how many مش بحتاجة في الإجابة. فهقول 3 children like to play jump rope, 3 أو 3 أطفال بيحبوا إن هم يلعبوا jump rope. طب فرضا أنت لقيت طفل واحد بس بيحب يلعب النط الحبل, هنقول إيه؟ هنقول 1 لأن واحد يعني 1. بس خلي بالك بقى قوي, طالما قلت 1 العدد 1 يبقى هياخد بعديه الاسم إيه؟ مفرد. مش هقول 1 children, لا هقول 1 child طفل واحد.
وكمان الفعل هحط له اس، لان عندي قاعده بتقول ان الفعل او الفاعل لما يكون هي او شي او ات او اي اسم مفرد الفعل بيتحط له صوت الاس. فهقول one child likes to play jump rope، يبقى الفاعل جمع three، عندك بقى two three، محدش يقولي two مثنى، مثنى دون في العربي، لكن عندك في الانجليزي اتنين فيما فوق يعتبروا جمع، يبقى لو قلت two three four five six seven الى اي عدد انا عايزاه هقول children واكمل الجملة عادي خالص، لكن لو one هقول child لان هو one مفرد، وكمان هحط للفعل ايه صوت الاس. اخر سؤال من how many اللي هو how many brothers do you have، بجاوب ازاي؟ برضو بشيل how many وبرضو بشيل كلمة do، اليو في الاجابة بتنزل الى I، فهقول I have اهي I have واقول العدد two brothers، يبقى انا عندي تلات اشكال من السؤال بتاع ايه بتاع how many. اخر حاجة عندنا النهاردة اللي هي السؤال بيقول What do you do at the park؟ ماذا أنت تفعل في الحديقة؟ أنت بتعمل إيه في الحديقة؟ ها؟ فهقول I وأقول بقى الفعل اللي أنا عملته في الحديقة. I throw a ball، أنا برمي الكرة. I ride my bike، أنا بركب على عجلتي. I play on the swing، أنا بلعب على الأرجوحة أو على الإيه المرجحة. خلاص كده؟ بكده نكون خلصنا مع بعض الجزء الثاني من مراجعة الجرامر يونت 1 و 2 و 3 منهج كونكت بلس اولى ابتدائي برايمري 1. اتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديوهين دول، وياريت لو عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. استنوني ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، وسلام عليكم.